إطلاق منظومة تكون منظومة جمع البيانات عن الأشخاص الذين يتدخلون في عمل الدولة ويبتزون الدولة. خطة أمنية جديدة وصفها بالكبيرة سترى النور خلال الأيام القليلة القادمة لحماية مؤسسات الدولة الحيوية وما يهدد حياة المواطنين، أعلن عنها وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشغة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي. بشاغة شدد خلال اجتماع موسع ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير أمن طرابلس ورئيس مكتب الانتربول وعدد آخر من المسؤولين على إطلاق الخطة الأمنية بكل قوة وحزم ومحاسبة أي شخص أو كيان يهدد أمن الدولة. من يفسد الحياة على الدولة ليس فقط من يحمل السلاح أو في مجموعة مسلحة، هناك بعض الأشخاص في بعض الإدارات والمؤسسات أيضا متورطين تورط مباشر. أغتنم هذه الفرصة لأدعو هؤلاء الكل أن يراجعوا أنفسهم، والفرصة متاحة لأيام قليلة والابتعاد عن إفساد حياة الناس بتدخلها في دولتهم. لابد من استكمال بناء الدولة. حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها طرابلس إلى جانب تعطل العجلة الاقتصادية أرجعها بشغة إلى الهجوم الذي شنه حفتر على العاصمة في الرابع من أبريل الماضي. تعطل هذا المسار، واليوم رأينا أن الوقت قد حان لإطلاق هذا المشروع والبدء في بناء خطة أمنية كبيرة تستهدف حماية مؤسسات الدولة ومقرات الدولة الحيوية وكذلك المؤسسات المصرفية بالكامل، تبدأ من مصرف ليبيا المركزي إلى كل المؤسسات. وتسبب العدوان الذي شنه حفتر على طرابلس إلى جانب إجهاض العملية السياسية في مقتل وجرح العشرات من المدنيين والعسكريين ونزوح آلاف المواطنين من منازلهم الواقعة في مسرح الاشتباكات، ما خلق عدة تحديات جديدة أمام المسؤولين. فهل سيتمكن بشاغة من تطبيق خطته الأمنية وفرض الأمن بالعاصمة وتحقيق الأمن والأمان، أم أن الخطة ستكون حبرا على ورق كسابقاتها؟